فلذلك لما تتأمل في هؤلاء القوم الذين كانوا في الليل فقط وهم خارجون خائفون وهم مستضعفون، ولما أشرق عليهم النهار قالوا إنا لا لمدركون، وإذا بهم يسيرون مسيرة طويلة مئات الكيلومترات، يطوي الله لهم الأرض مسيرة يعني كأنها تتكلم على 600 كيلو، تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى أيام وليالي لكي نطويها بمشي الإبل، ما بالك بالسيارات غير ذلك. الله طواها لهم فجعلها فقط من الليل إلى وقت الفجر فقط إلى الإشراق، ووراهم فرعون بألف ألف وستمائة ألف يعني 1,600,000 جندي، فيهم كما قال ابن كثير في البداية والنهاية ألف ألف خيال، 1,000,000 حصان مدججين. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين في كل مدائن مصر يجمع الجند من كل مكان. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، إعلان حالة الطوارئ في كل البلد، يقبضون على هؤلاء الذين خرجوا يكلأهم الله تبارك وتعالى. وقفوا بين الجبال عن يمين وعن الشمال والبحر أمامهم وفرعون خلفهم، يلومون موسى وهارون، لو تركتونا مع عبودية فرعون كان أحسن وأفضل، لماذا الآن سيفتك بنا ويفعل بنا؟ لم يوحى إلى موسى بعد أن يضرب بعصاك الحجر، فإذا به يقولها مطمئنا مستيقنا، كلا إن معي ربي سيهدين، ما في خلاص، لن يضيعني ربي عز وجل ولن يتركني هملا تبارك وتعالى، وأنه ناصري عز وجل. هنا فأوحى الله عز وجل إليه تبارك وتعالى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كل قسم كالطود العظيم كالجبل الشامخ العظيم، 12 قسما في بحر العقبة، طوله 24 كيلو متر غير المسافة اللي هي 550 كيلو متر اللي هم أخذوها من منطقة اسمها الشرقية في مصر، محافظة الشرقية إلى سيناء إلى فرع العقبة من بحر القلزم. ومنهم من قال كمقاتل ابن حيان أنه كان نهر النيل، والله أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب، لكن هذا اليقين، كن دائما على يقين، لا تفتح للوساوس بابا يفسد عليك دينك ودنياك، فالله عز وجل على كل شيء قدير. إن الله الذي حفظ يوسف في الجب، وحفظ يونس في بطن الحوت، وحفظ موسى في التابوت. أنا أريدكم كلما تمر على قصة موسى تذكر قوله ولتصنع على عيني، الله أكبر، إثبات العين لله على ملك بجلاله وكماله تبارك وتعالى، وما يكون فيها من الكلاءة والحفظ، حفظه من فرعون وحفظه فين؟ في التابوت، ورباه فرعون الذي كان نهاية ملكه على يديه، وكانت تقف الجند على بيت عمران لكي يقتلوا هذا الصبي الذي سيولد، فإذا هم يقفون يحرسونه ويحمونه. وهذا اليم الذي كان حافظا لموسى كان مهلكا لمن؟ لفرعون، لأنه قالها كذبا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فأجراها الله من فوق رأسه وأغرقه فيها رغم أنفه. 1,600,000 جندي ما نجا منهم أحد ولا ظهر على سطح الماء إلا هو، فاليوم ننجيك ببدنك. وهذا الذي كان سبب في إسلام موريس بوكاي الجراح والطبيب الفرنسي، لما أخذ يحللون في جثة فرعون فوجد أنه بين عينيه بقايا ماء فيه ملح من بحر القلزم، فأسلم وأخرج كتاب التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة وأسلم. فكن على يقين أخي الحبيب، لا تجعل بابا من أبواب الشك يدب إليك،